صح شريبتكم، فريق الكاميرا الخفية تحول إلى محل لتصليح التليفونات بنيس. خلينا نشوفوا مع بعضنا اش صار في الحرفاء. مشاهدة طيبة للجميع. وعليكم السلام. مرحبا، تفضل. لا محمد مش لنا، ما فما عارفي. باش نعيط عارفي وي معنا كليون جاي. السلام عليكم. السلام. اهلا مرحبا اخويا عسلام. شو احوالك؟ لاباس؟ لا في تونس. عشقي الله يخليك. شوف التليفون عندي اشكاليه، لا في شير ظهر لي ولا مانيش عارف شوي، ظهر لي بنتي لعبت بيه ولا مانيش عارف حسن باش يشعل لي. ما طاحش ولا حاجه؟ والله ما عليش كان طاح، ما يبارك اللهم اذا طيحتوش بنتي لا نعرف شكون. بدلتوا كرواه انت قبل؟ نعم. الكرواه بدلتها له؟ لا جاز النهار جبت محمد بدل البطارية. وي تقيس له الزيت سباحك تقوم؟ نعم. تقيس له الزيت الكهرباء نقزر له الزيت. وي يودي هذا هذا ما دخلوا عن شخوة توريت تبتك تكسبوا في تليفونات وما تعرفوش هذا يا لانسيان. وين لانسيان أخويا؟ يودي وين لانسيان؟ هذا لانسيان تو كان نوريك آخر صيحة عنا. ايه. اللي عنا تو تعملك بالبلوتوث تقول له مثلا الحمادي ما يطلبوش يمشي يقوموا أصل هذا اخر مخرج. أبو. فهمتني ملاوينك تو انت نورمالمون عملتلوش عالقي محمس صح؟ نعم. عمل معنا بالواقفه ولا كيفاش؟ باقي ماكش فاهم. انت كي تتكلم معنا ما تكحش ولا حاجه؟ نعطس وي نكح ما نكحش لريها. هذيك هي العطسه معناها تلقى عمل عاتسوس هذا بان عاتسوس. عاتسوس خاطر هو مو تبدا انت شد انت كيفاش تشدوا بنا يد تشدوا باليمين ولا باليسار؟ عند حسابها زاد هذه بيان سور. اباي مالا وينك كي تشدوا هكا ينجم يضر القلب. بس اش خويا يغزر الناس نجي لنا يشد التليفون يحل يحط شارجور يجرب. انا راني يا خويا يا معلم سمك ربي منظر هسي منظر انا قاري في الماني سي محمد عنده سيستم وانا عندي سيستم هاي ومش من مش هكاك باش يجي يخليني في حانوته. انا قريب الالمان مش كفايش نزيد دوتش. لا وخي لا ايوا قلت لك انت كي تشدوا الصباح تشدوا بيدك هذه ولا بهذه؟ والله ما الامور هذه الكل ما كنتش نعرفها اخويا مانيش عارف. هذا يسمعني ترى شوف شو اسمه اللي يبيع في يا ايش بك راكب؟ عارف وي عارف تعبت نهار كامل واقف تعبت باهي. شوف لي باش يطلع يا اما من الترموستات نتاعو يسمع عندك تحطه في وذنك تسمع. يا ودي يرحم بيك راهو التليفون جبته على اساس مش تشوف لا فيشور مريقل كي تحطه في وذنك تحطه في وذنك تسمع بالكدا. نسمع اي الحمد لله معناها ما مش بان ظهر لي اما تتمنك علي هكا تو هكا تو الراجل اعطيني يمانه اعطيني محله اخويا اسمعني تو جاي للحانوت. لا اسمعني اسمعني عايش خويا عايش خويا علاش تعمل لي هيك يا حبيبك يا خويا؟ جيب لي زوز بوجيات وكروا وجهه تركحهم. هاي هاو شو جيب بوجيات برا هاي تحب على قابك بوجيه هاي صلي على النبي حاشتا يا ولدي على هاو هاي سيدي هاو لا لا صلي على النبي يا ولدي علاش هيك قالك بوجيات كسر فيه قلت لك جيب تراشنو قلت لك اعمل له كنترول فيزي قلت لك قلت لك علاش تخرجوا فينا؟ يا حاج ايش فيك يا ودي؟ شوي عليش هيك؟ الله يعطيه الصحة صلح، تعني هيك؟ شو علاش؟ ما خوشتني برحمة أمي أنت طلعتي التونسيون. شو رأيك أنت؟ خليه التليفون عندك خليه يا ودي يبعد عليا يرحم بيك ما عشت بشيء. صلي على النبي يا حاج صلي على النبي يا حاج يا حاج استنى اسمع هيك تو معناها جاي يصلح في التليفون بوجيات وترمبا وتراشنو وكح تعليش هيك تعليش؟ صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم. شو رأيك تو؟ ها هذايا نقول له خسرته كي جيت باش نصلح نلقى تليفون فلقته وزدت طلعتي التونسيون مش تحبوا يتصلح تو والله ما تاخو تو كيش مش ناخذ هاو كيفاش تبع معايا واش ايش نعمل لك قول لي قول لي برا نسمع فيك يا ذكيه يا ذكيه راني حصلت يا ودي ظهر لي اسمعني برحمة امك راني حصلت يا ذكيه راني حصلت في الكاميرا الخفيه يا ذكيه راني شنو في الكاميرا الخفية. Get